بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي، استوقفتني آية في كتاب الله وكأني أول مرة أقرأها، مع أني مررت عليها كثيرا في حياتي، ولكن سبحان الله هي فتوحات إلهية على القلب، وهي قوله تعالى: فاذكروني أذكركم. فقلت في نفسي: سبحان الله، يعني إذا ذكرت الله، الله القدوس الأعلى الملك الأعظم يذكرني أنا العبد الفقير الذليل المخلوق، يعني سأكون بعينه في رعايته في حفظه في توفيقه في ولايته، يحبني الله. فطرأ في بالي قوله تعالى: فإنك بأعيننا. هكذا أتاني شعور أن الذاكرة لله، الذكر هذا يجعلك بعين الله، يعني في الرقابة الإلهية والمعية الإلهية الخاصة. وسبحان الله يا إخواني، عندما ذهبت وفتحت المصحف على قوله تعالى: فإنك بأعيننا، تفاجأت. اسمعوا سياق الآية: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. مباشرة بعد قوله تعالى: فإنك بأعيننا، أتى التسبيح. لكي تكون بعين الله، كن من المسبحين. أي يا محمد، أكثر من التسبيح، يعني الذكر. الله أكبر. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي المتفق عليه، يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ويقول العارفون بالله: إذا أحب الله عبدا أطلق لسانه بالذكر. قال سبحانه: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. رواه البخاري. وقال المصطفى المختار: بأبي وأمي رسول الله، ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأرضاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، يعني الفضة، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: ذكر الله.